الساعة دلوقتي 10:30 يوم 24 يناير 2011. بكرة يوم 25 يناير، اللي بقالنا كتير قوي مستنيينه، اللي كلنا تعبنا فيه بجد. وأحلى حاجة حصلت الفترة اللي فاتت إن مش اللي شغالين على اليوم دوت سياسيين، لأ ده كل الناس، كل مصري بجد تعب. مصريين كتير قوي من أول سن 14 سنة، 14 سنة يا ناس، ابتدوا يطبعوا البيان وابتدوا ينزلوا ويوزعوه بعد الصلاة، وزعوه في كل حتة لحد فوق 60 وال70 كمان. ناس كتير قوي قابلتها وزعت البيان في كل حتة، في التاكسي وفي المترو وفي الشارع وفي المدارس وفي الجامعات وفي الشركات والحكومات، كل حتة. مصر كلها مستنية بكرة. أكيد كل واحد فينا قاعد النهاردة قاعد متوتر وخايف، ويمكن اللي قلقان، بس كلنا نفسنا اليوم بكرة يعدي بجد وينجح وتبقى. أنا بس اللي أنا عايزة أقوله إن بكرة مش هو ده الثورة، ومش هو ده اليوم اللي هنغير فيه كل حاجة، لأ بكرة بداية النهاية. بكرة فعلا لو نجحنا وفضلنا صامدين مهما الأمن عمل فينا، وفضلنا إيد واحدة بكرة بجد كلنا جينا في ميعادنا وفضلنا بنطالب بحقنا بيوم سلمي تماما، هتبقى أول خطوة حقيقية في طريق التغيير. أول خطوة هتوصلنا لحاجات كتير جدا وهنتعلم منها بحاجات كتير. اصلا الفتره اللي فاتت دي بقينا ايد واحده، الحاله دي لوحدها ده نجاح لينا كلنا. كلنا لما نبقى فاهمين ان احنا لازم ننزل ونطالب بحقنا، ده نجاح. بكره ان شاء الله الساعه 2 الظهر في ميدان مصطفى محمود في جامعه الدول العربيه كلنا هنتقابل مع بعض. في ناس هتروح الاول ميدان المطريه وفي دوران شبرا وبعدين يجوا على هناك. كلنا هنتقابل مع بعض ايد واحده، يوم سلمي. اللي هيخرب ما يبقاش مننا، واحنا اللي هنمنعه، احنا اللي هنحمي بعض. هنحمي بعض يا جماعة، ايد واحدة. كلنا بكرة نبقى جايين عاملين حسابنا ان احنا نقعد اليوم كله او يومين او 3 ايام. لازم بكرة نفضل مركزين قوي على المطالب بتاعتنا، مركزين قوي ان الصمود بتاعنا طول ما احنا قاعدين واقفين مهما الامن حاول يشتتنا او يبعدنا، احنا قاعدين في المكان ده مش هنمشي الا لما المطالب بتاعتنا تتحقق. تمام يا شباب، كل واحد فينا يخلي باله من نفسه، والنهاردة كلنا نصلي، مسلمين ومسيحيين هنصلي النهاردة وندعي ربنا. ربنا الوحيد اللي قادر ينصرنا وهو اللي هيحمينا. طبعا بعد كده بعد ربنا كلنا ايدينا في ايد بعض، هنحمي بعض. انتوا عارفين الفترة اللي فاتت دي جات لي كمية تليفونات وجات لي كل الارقام اللي موجودة من كل الناس برا مصر وجوه مصر. حالة جميلة قوي، كلنا خايفين على بعض. انا كل ما حد بيكلمني بيعملني على اني اخته او بنته او اختها او بنتها او امه او امها. بجد انا حسيت ان انا بنت مصر، بجد حسيت ان انا بنتكم، حسيت ان انتوا خايفين عليا. عمري ما حسيت بالاحساس ده، وده اجمل احساس انا شفته في الدنيا. مستنيه اشوفكم بكره، هكون موجوده في الميدان الساعه 2 بالظبط، محدش يتاخر. كلنا هنرفع، كل واحد فينا جاي بعلم مصر معاه. العلم ده هو الغطا بتاعنا، هو ده اللي احنا نازلين معاه، وهنقول البلد دي بلدنا وحقنا. حقنا يا شباب ان احنا نطالب بحقنا في البلد دي كبني ادمين وكمصريين. بكره يا شباب هستناكم، بكره املنا، بكره حلمنا، اول خطوه في طريق حلمنا. هستناكم بكره.